تذمر العشرات من العائلات أقول تذمرت العائلات التي كانت تأويها المحلات التجارية بولاية تيارت بسبب قرار مصالح البلدية القاضي بإخلاء المحلات، ما يعرضهم للمبيت في العراء. التغطية لديار بن داود. رانا زوج خاوة ساكنين في الحانوت هذا هنايا، ورانا متيربين على الحانوت، راه من الحانوت رانا لاصقين فيه، راه متيربين عليه. تسمى فيا رانا مغبونين، إذا راهم يشوفوا فينا هاد السلطات ولا هاد الدولة ولا هذا الوالي ولا رئيس دائرة ولا وين ما تروح تشكي ما كاش يديها فيك. أنا مش مستفيد من السكن، خويا راه يقول أنا مستفيد بصح مازال ما بات حتى حية، راهم في عامين قاعدين يقاروا كاع كيما تشوف فيهم هادو كاع راهم مغبنا هنا وراهم يسوفروا. أنا عندي طفلة بنتي ندير لها عملية مازال ما لحقتش 20 يوم وراني دايرها دايرها في حانوت ديجا راك شت بعينك هاي وينا ما تكبرش حتى للبرد. قال داونا اليوم لدار الشرع قال لك لازم غدوه تخرج، دوك انا كيخرج غشي برا ونخرج بنتي مريضه برا شكون اللي يتحمل مسؤوليتها؟ ساكن راني في ظرف امين، راني قارع في ظرف امين، نسبه الانجاز تاع المشروع راها 0%، راها غير تيره ما كان والو. احنا وين نروحوا؟ ما عندناش ما عندنا مانا خدامه، انا سبطاله ما عندنا لا بانكرو، ما كانش اصلا كريا. المشكله وين نروحوا؟ كي خرجنا ضرك في ذي البرد احنا وليداتنا وين غادي نروحوا؟